علاقتك ببونو؟ بونو الطرافات، الله يعمرها دار غزال. الوغ بالنسبه لبونو هو صديق الطفوله. كيفاش تعرفت عليه؟ كنت باقي صغير وني تعرفنا عن طريق الكره واللعب وداك الشيء. كنت كنمشي عند واحد ولد عمي لو كوزان ديالي كيسكن في المدينه، وكيمشي عنده للدار وكنا كنلعبوا كره في الزنقه، كنقصروا كره وجبع فيا بيض. هو راه كويري، الناس اللي ما عارفين سكو هو ستان بون غارديان، كيحبس مزيان ولكن هو راه كويري كيكور مزيان. دونك كنا كنلعبوا كره في الزنقه، ودري درويش الله يعمرها دار والله يكمل عليه، وبونو اللي كنعقل عليه في الصغر هو بونو ديال دابا. وغير ديغنيغمون كنا تلاقينا، كان دايز عنده حتى واحد الكليب اغيال، وكان دايز وشافني مسكين ويجي ويعنقني وكيبوس فيه وكذا. واثر فيا صراحه باش تشوف واحد لو جون اللي بدا حتى هو من والو وبقى غادي درجه بدرجه وصل تبارك الله للعالميه وبقى في صباغته قادر يزوي الله يعمرها دار. هذاك الانسان تبارك الله عليه، تبارك الله عليه، وعزيز عليا من القلب والله يسهل عليه.